بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان الكلام والصمت. لو جينا بصينا للغة هنلاقي إن اللغة هي الوسيلة اللي كانت عليها عامل أساسي في الحفاظ على الحضارات، وهي الوسيلة اللي نقلتها لنا على مر العصور، وبخاصة الحضارة العربية اللي سابت لنا فكر وعلم في مختلف مجالات الآداب والعلوم. هنلاقي إن في أقوام عملوا حضارات اشتهروا بصفات عديدة، زي الفرس اللي اشتهروا بالفن، والروم اللي اشتهروا بالفلسفة، والعرب اللي اشتهروا بالبلاغة، والصين اللي اشتهروا بالعمل. لو جينا بصينا للكلام هنلاقي ان الكلام بالنسبة للانسان هو الوسيلة اللي بتعبر عن شخصيته وعن ذاته العميقة. عشان كده حكماء العرب قالوا ان الكلام ترجمان، بيعبر عن الاشياء اللي جوه ضميرنا، وبيخبر عن السرائر بتاعتنا وما نقدرش نسترجع بوادره وما نقدرش على شوارده. لو جينا بصينا على الكلمة هنلاقي ان الكلمة يا اما تشهد للانسان او تشهد ضده، فالكلمة بمعناها من الانسان اللي قالها، مش معناها في نفسها. يعني لما الانسان بينطق الكلمة بتطلع منه بشكل معين، بتدي معنى معين، ممكن يكون المعنى ده مختلف عن المعنى اللي الكلمة تقصده. عشان كده الانسان لما بينطق بالكلمة، الكلمة هي اللي بتحكم عليه اكتر ما هو بيحكم عليها. عشان كده الكلمة بتبين تفكير ومشاعر الإنسان وثقافته، ومش هو اللي بيحكم عليها زي ما قلنا، لأنها لما بتخرج منه بيكون الحكم للناس على حسب الأثر اللي سابته الكلمة عنده. الكلمة بتكون محكومة ومعقولة لو كانت هادفة وصائبة، وجات عشان توضح حق أو تبطل باطل، أو تنشر حكمة أو تذكر نعمة. وعلى النقيض بتكون الكلمة هوجاء وطائشة لو خرجت باندفاع وبتهور، والإنسان ما فكرش في العواقب بتاعتها بعد ما قالها. عشان كده في الوقت ده بتكشف الكلمة الهوجاء الطائشة دي عن جهل، أو بتسبب ضرر، أو بتذيع سر، أو بتتلف نفس. الإنسان بيعتبر الكلام بتاعه هو دليل شخصيته. عشان كده الإنسان العاقل هو اللي ما بينطقش لسانه بالكلام إلا بعد ما يفكر ويتروى فيه، لكن الإنسان الأحمق هو اللي كلماته بتسبق أفعاله، عشان كده بيسقط وبيزل كثيرا. السياسي البارع ليه شروط، ايه هي؟ بلاغة اللسان وقوة البيان وسحر الكلمة، وكمان لابد ان هو يملك لسانه بحيث ان هو يعرف ازاي يقول الكلام في مكانه، ويدرك ان لكل مقام مقال. شروط الكلام الجيد، ايه هي شروط الكلام الجيد؟ اول حاجة ان يكون الكلام بيجلب منفعة او بيدفع ضرر، وان الانسان اللي بيتكلم يقوله في موضعه ويقتصر منه على قدر اللي بيحتاجه، وكمان يتخير اللفظ اللي بيتكلم بيه، لان اللسان هو عنوان الانسان وبيترجم المجهول اللي جواه وبيبرهن على اللي حصله الانسان. طيب ايه مظاهر تقديس العرب للكلمة؟ من المظاهر دي ان الحكماء والفلاسفة اعتبروا ان الكلام دليل على شخصية صاحبه، وكمان قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ أنت سالم ما سكت، فإذا تكلمت فعليك أو لك. وكمان قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله من قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. الحاجة الثالثة قول عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. الحاجة الرابعة إن العرب حطوا شروط للكلام الجيد يجب أن تتوافر في الكلام. خامس حاجة إن العرب رفعوا من شأن الشعراء والأدباء، وده بسبب فصاحتهم وبلاغتهم. كمان كان للأدباء والشعراء مكانة كبرى عند العرب قديما، وطبعا ده لبلاغة ألسنتهم وقوة بيانهم وسحر كلامهم. في عبارة قالها الإمام علي كرم الله وجهه، اللي هي: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. معناها إيه؟ العبارة دي معناها إن الإنسان العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد تفكير وروية عشان يسلم من الزلل ومواقع الخطأ، أما الإنسان الأحمق فهو اللي بيسرع بالكلام من غير ما يفكر أو يتروى، وعشان كده بتكثر أخطاؤه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس: يعجبني جمالك. إيه المقصود هنا من يعجبني جمالك؟ النبي بيعني هنا بالجمال جمال المرء اللي هو في لسانه، ولأن جمال المرء وثيق الصلة بفصاحة ورجاحة عقله. العرب كانوا بيضيقون ذرعا بالصرصار، يعني الإنسان الرغاي، لأن الإنسان الرغاي كثير الأخطاء، كمان بيسبب ملل لسامعيه، وكمان العرب كانوا بيشوفوا
إن اللي بيعجب بقوله بيصاب في عقله، والإنسان اللي بيسترسل في الكلام يعني اللي بيطول في الكلام ويكثر منه ده كثير الزلل دائم الخطأ. آخر نقطة في الدرس، للصمت ضروب وضروب يعني أنواع. ففي صمت بيدل على مقدرة وكفاءة وفكر صاحبه، اللي بيسكت لأن ما عندوش لسه الفرصة للكلام أو ما حنش الوقت للكلام. وفي نوع تاني من الصمت، ده بقى العكس، بيدل على الضعف والعجز وعدم القدرة على الكلام، أو إن الإنسان يواجه السامعين. والنوع ده من الصمت نوع معيب، لأنه بيدل على عدم كفاءة صاحبه. تدريبات. قطعة بتقول: وقد كان من السمات الرئيسية للسياسي العربي أن يملك لسانه بحيث يعرف كيف يأتي بالكلام في موضعه، لأن تقديم ما يقتضي التأخير عجلة وخرق، وتأخير ما يقتضي التقديم توان وعجز. ألف: هات معنى خرق ومضاد عجز وجمع السياسي. ب: ما المقصود بقوله يملك لسانه؟ جيم: وضح شروط الكلام التي وضحها حكماء العرب. دال: اذكر السمات الرئيسية للسياسي العربي. فنشوف الإجابات: معنى خرق يعني جهل، ومضاد عجز قدرة، وجمع السياسي الساسة. سؤال به: المقصود بقوله يملك لسانه يعني يتحكم فيه، فما يتكلمش إلا في الوقت المناسب ويكون الكلام هينتفع به، وإلا فالصمت يكون أحسن وأفضل. جيم: شروط الكلام اللي وضحها حكماء العرب: واحد، ان يكون الكلام ليه مناسبة وليه داعي، يا اما يجلب نفع او يدفع ضرر. اتنين، ان المتكلم يقول كلامه في موضعه. تلاتة، ان يقتصر من الكلام على قدر حاجته. اربعة، ان يتخير اللفظ الذي يتكلم به. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس وحل تدريباته. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.